القضاء يوقف زيان عن ممارسة المحاماة لمدة سنة قبل أن نبدأ انضم إلى العائلة الصغيرة باشتراكك في القناة وتفعيل الجرس. قضت محكمة الاستئناف بالرباط بإيقاف محمد زيان المحامي نقيب المحامين سابقا عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة سنة، وذلك لكون مرافعاته في ملف توفيق بوعشرين كانت خارج السياق. وحكمت المحكمة بقبول الطعن في الموضوع بإلغاء المقرر المطعون فيه، وبعد التصدي بمؤاخذة المطعون ضده الأستاذ محمد زيان من أجل الإخلال المنسوب إليه، والحكم عليه بالإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة سنة واحدة مع تحميله المصاريف. وكان زيان قد خرج بعدد من التصريحات في ملف بوعشرين أثارت الكثير من الجدل حينها.